ورجعنا لكم بعد الفاصل. ضحكنا ولعبنا وهرجنا وطلعنا كفتتنا وكمان قدمنا جنبها شوية رز أبيض. ليه؟ عندنا لحوم يعني بروتين، عندنا رز يعني نشويات، عندنا سلطة خضراء يعني عندنا كل الفيتامينات مجتمعة. ايه رأيكم في وجبتنا الحلوة؟ لو طلعت ندى وجنة شاطرين هنلحق نعمل سلطة خضراء وسلطة طحينة. تعالوا نشوفهم شاطرين ولا مش شاطرين. انا هبشر الجزرة وانتي تقطعي الطماطمايه وما تنسوش تشيلوا العود اللي فوق كده حته كبيره. يلا نشوف مين شاطر وهيقطع. انا افصلها لك كده. يلا وانتي قطعيها مكعبات صغيره هتعرفي تشيليه. طب يا حبيبتي يلا. وانا هبشر الجزره اصعب حاجه. وانتوا طبعا قاعدين سعداء ان انتوا ما بتعملوش حاجه، مش كده؟ مين سعيد انه ما بيعملش حاجه؟ انا سعيده اللي ما بعملش حاجه بجد. انا طبعا سعيده ان احنا بنعمل وانت بتتفرجي علينا. اكيد اهم حاجه اللي انا هاكل. اهم حاجه انك هتاكلي. طيب بصي بقى، احنا قبل كده قلنا ان الحاجات اللي لونها برتقالي فيها ايه؟ فيها فيتامين ايه؟ فيتامين سي. فيها كمان فيتامين الف، اكتر حاجه فيتامين الف فيها، صح؟ وفيها حاجه بقى ايه؟ فيها بيتا كاروتين اللي كمان بتقوي النظر، والبيتا كاروتين مهم جدا جدا لجسمنا. تعالوا بقى، احنا كده بقى عندنا اللون الايه؟ البرتقالي، وعندنا اللون الاحمر. الطماطم مليانه ايه يا بنات؟ كلكم هتقولوا لي فيتامين سي، صح؟ اه مليانه فيتامين سي، بس برضه فيها حديد. يعني الطماطم حلوه جدا 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 لعلاج الانيميا. يعني لما ناكل طماطم من الحاجات اللي بتحسن صورة الدم، بس برضو مفروض ما ناكلش منها كتير. عارفين ليه؟ علشان فيها املاح. يعني الحاجات اللي فيها الاملاح زي الطماطم وزي برضو المانجا، لما عملنا مانجا قبل كده قلنا ناكل منها بس بقدر. اي حاجة لازم ناكل منها بقدر، علشان لما بناكل الحاجة كتير دوت ممكن ايه؟ يضرنا، صح؟ قطعتي، برافو عليك. ها انا هقطع انا، يلا بسرعه. انا بقى هعصر لكم الليمونه علشان ايه؟ ما ننزلش البذر بتاعها. بصوا بقى، احنا حطينا كل اللي عندكم حطوه في السلطه، اي حاجه انتوا عايزين تحطوها في السلطه حطوها. يلا بسرعه هاتوا حاجتكم بقى. شفتوا ميزه ان احنا حاطين معلقه بنحط عليها حاجاتنا، معلقنا، ان احنا كده بننظم نفسنا، وان احنا واحنا مجهزين كل ادواتنا دي احنا كده ايه؟ بنتحرك بسرعة وبنشتغل وما بنزهقش. يلا بسرعة 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 عشان نحط التوابل مع بعض. يا حلوين، الكفتة بتاعتنا معمولة ازاي؟ انا ممكن اقول حبونا احنا حطينا. انا بساعدك. نص كيلو كفتة. برافو عليك. نص كيلو لحمة مفرومة. عليها حبة ليا صغيرة. لحمة مفرومة علشان اقصى. يعني هي شوية ليا صغيرين. وحطينا معلقة. برافو عليك. يلا معلقة دقيق. خلاص هنشيل دي نحطها في الحوض. يلا بسرعة يا جنة كملي، احنا سامعين. معلقة دقيق. وحطينا معلقة بقسماط. برافو عليك. انا ممكن ادي لها انا هي سكينة. لا خلاص خلاص، حطوا السكاكين في الحوض. بص بقى، حطينا على الكفته معلقه دقيق، معلقه بقسماط عشان ما وحطينا حته بصل صغيره. برافو عليكم. وميه بصل. ايوه ميه البصل حطيناها مع الكاتشب مع العسل وصبعناها بيها. شاطرين، برافو عليكم. تعالوا بقى نقول عامل من عوامل نجاح الكفته كان ايه. عامل من عوامل نجاح الكفته ان الفرن كان ايه؟ كان متسخن. برافو عليكم. حبينا نجكيها بطعم جميل، حطينا رشه زيت وحطينا عليها ايه؟ الصوص بتاعنا والمستكه. الحاجه الجميله دي مستكه. حطينا مستكه اديتها ريحه حلوه قوي، والفرن عشان كان سخن الكفته ما اتمصتش واستوت بسرعه. احنا عصرنا هنا نص ليمونه، صح؟ نحط دي السلطه الخضراء. عايزين نحط بقى جرجير، نحط، عايزين نحط خس، نحط. هنحط معلقه خل. بسم الله. معلش انا عايزه اسال حضرتك سؤال. انا ماما قبل كده كنت بحط خل، ماما قالت لي ما تحطيش خل. هو الخل فيه الخل قليل ما بيضرش، لو كترناه يتعب معدتنا. هنحط بقى عليها. طب نفسي احنا ممكن نحط الزيتون.
ممكن السلطه الخضراء على فكره ممكن تحطي فيها اي حاجه. ممكن هنحط نص معلقه صغيره او ربع معلقه كمون، ولو عايزين نحط نعناع نحط. عندنا سر بيخلي السلطه الخضراء حلوه قوي، عارفين ايه هو؟ السكر. السكر. هنجيب رشه سكر تقريبا نص معلقه صغيره سكر بس كده، مش لا هيعزز طعم الملح. وهنحط نص معلقه ايه ملح، ونقلب سلطتنا. واحلى سلطه ايه خضراء من ايد مين؟ مين اللي عملوها؟ لا مش ميس منال، لا من بنات مدرسة النصر. جنة وندى وميس منال، احنا التلاتة تسلم ايه؟ تسلم ايدينا. وانت طبعا مشجعينا وقاعدين بتسمعونا، يبقى انتوا برضو كمان تسلم ايديكم وشاطرين. تعالوا بقى نعمل الطحينة. احنا عندنا هنا الطحينة بتاعتنا تقريبا ده كوباية، هحط هنا نص كوباية. هي طحينه بس. اه طحينه صافي. اه ايوه. وهنخلي هنا نص كوبايه. خلاص كده ماشي، بدل ما نوسخ دي نحاول نقتصد. ده هي كده كده كانت الطحينه هنا. اهم حاجه بقى ان الطحينه، لا مش هنبدا بالميه، الطحينه ما تعملهاش بميه سخنه، تفضل تتخن 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 مننا، بس في النهايه طعمها مش بيكون حلو، مش بتعزز طعمها. الطحينه بنعملها بميه ساقعه، ميه جايباها من الثلاجه، اتفقنا؟ بس الاول بنعمل ايه؟ طب ميس منال انا بستخدم لبن، مش بستخدم ميه. بس هتبقى تقيله، بالميه هتبقى اخف. بصوا بقى هنحط قد ايه؟ هنحط كده اه يعني هنحط معلقه كبيره خل. هنحط هنا ايه؟ معلقه كبيره خل على نص الكوبايه، اتفقنا يا حبايبي؟ اللي بيحب الخل بقى يزود. خلاص. وعندنا الليمون برضو، نحط عصره ليمون يعني تقريبا، يعني بصي عصره بسيطه جدا عشان بس تديها طعم حلو. اه قلبي بقى. احنا هنقلب بايه مش بالمعلقه؟ الطحينه قلبوها بالمضرب السلك افضل. هنشيل المعلقه نحطها هنا عشان نبقى ندوق بيها. بسرعه بسرعه نقلب بسرعه. برافو عليك. ونخففها بالميه بقى على قد ايه؟ على قد ما تاخد مننا. اه يلا قلبي على قد ما تاخد مننا وعلى قد الخف اللي احنا عايزينه، يعني نشوف احنا عايزينها تقلها قد ايه. يلا ها كويس. وعايزه بقى كل واحد فيكم يحط عليها نص معلقه كمون عشان الكمون بيحليها جدا. طب مش منايا معلش سؤال، انا قبل كده حصل موقف ده معايا، مش معايا انا، مع اختي مريم. ها احنا تقريبا اخذت ربع كوبايه ميه الكميه دي يا بنات. ماما كانت بتعلم مريم الطحينه. انا معاكي. فمريم قعدت تحط ميه او لبن أو يعني مش فاكره ايه بالظبط كتير، اه لغايه لما بقت زي الرمله كده علشان ما دعكتهاش كويس. لازم نحط الخل وندعكها في الاول كويس قوي بالخل. طب لو حصل كده مننا من غير قصد بالمضرب السلك هتعالجيها، هتفضلي تضربي تضربي فيها هتتعالج. يعني ما نكترش طحينه. اه احنا هنا عملنا سلطه الطحينه بالطريقه الخفيفه، ما حطيناش فيها ثوم علشان تبقى خفيفه. بصوا انا غرفت هنا اهوت ال، ايوه برافو عليكي، شميه عشان تعرفي ان ده الكمون. حطي بقى نص معلقه، شطوره، اكتر شويه، ده تلت معلقه. اه حلو كده. الله قوامها حلو جدا يا بنات. اه حلو كده. حطي اقلبها لك انا اساعدك. شفتوا ميس منال هي اللي بقت تساعدكم. اه طبعا. يلا حطي برضو نص معلقه، الطحينه ما بتحبش ملح كتير، اقل من نص معلقه. حطي وحطي لصاحبتك. يلا ايوه كده، لازم نتعاون في المطبخ. اهم حاجه يا بنات الاكل نعمله بايه؟ وبايه؟ حب، عشان الاكل يطلع طعمه ايه؟ يطلع طعمه جميل. انا بقى هحط لكم رشه الزيت. يلا. هو الزيت بيفيد فيها ايه؟ الزيت هقول لكم، الطحينه تحسوها تقيله بتقف كده في الزور، الزيت رشه الزيت بتخليها كده خفيفه وتنزل بسهوله. اه ما شاء الله عليكم، ايه الجمال ده؟ ميس منال هو احنا نحط زيت كريستال او عافيه والحاجات دي، ولا زيت زيت زيتون؟ اي زيت تحبيه، يعني انا عن نفسي بفضل اعملها بزيت عباد، اللي بيحب زيت زيتون يعملها بزيت زيتون.
هاتي افضي يا ندى. بصوا الله على الجمال، عملنا بصوا اطباق حلوه ازاي. اه ايه رايكم في جمال اطباقنا؟ حلوه؟ عجبتكم؟ يا رب الناس اللي يكونوا بيشوفونا يكونوا اتعلموا منا واطباقنا برضو تعجبهم. يلا نروق مكاننا بسرعه يا بنات. شاطرين، برافو عليكم. وادي اطباقنا الحلوه اللي عملناها النهارده، كانت ايه؟ كانت الكفته الجميله بتاعتنا، قدمنا معاها طبق رز، عندنا بروتينات ونشويات، وعندنا خضروات، وعندنا سلطه الطحينه اللذيذه اللي معموله من السمسم. والنهارده بقى خلص درسنا، وايه رايكم نقول ايه؟ باي باي.